تراب نزلوا عن أطفال قريش سالوا أخذوا من أبواه بدلوا ويتيما حرا ما قبلوا أخذته حليمة وارتحلت فإذا البركات بها نزلت كل الخيرات لها حصلت إكراما لمهر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله بقريش والمارات فيهم منسية والخمرة صبحا وعشية أعمال ترفضها الفطرة لملاذ عواقبها مرضى شخص حاربها كالصخرة وعلى شأن ذاك محمد الشمل بعد شتات ومحى عادات الثارات خرجوا من بحر الظلمات وغدوا للعالم سادات خرج في ذلك آلام وتحرك